النادي الاهلي زي ما هو بيساعد في المباريات ايضا كمان كان في انتدابات مهمه في فريق 2003. فريق 2003 السنه دي لجنه اكتشاف المواهب مع الكابتن خالد بيبو بدا يضموا عناصر مميزه لفريق 2003 علشان الموسم الجديد. نروح نشوف برضو يعني بعض اللقاءات خاصه النادي الاهلي. عندنا اللعيبه يوسف شريف مواليد 2003 يعني ضموا النادي الاهلي، محمد حمدي ميسي، ادهم سيحه حارس مرمى من وادي دجله، ومصطفى مخلوف ده اللي كان ظاهر في تدريبات الفريق الاول. مصطفى مخلوف ايضا حارس مرمى واعد مواليد 2003 تم شراؤه من نادي الترسانه. نروح نشوف اللاعبين الجدد قالوا ايه بعد انضمامهم للنادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استضيف او اتكلم مع ضيفي الكابتن احمد نخله مدير اكاديميه النادي الاهلي في شبينكو. انضمام للنادي الاهلي طبعا كان، انا بشكر كابتن خالد بيبو وكابتن سيد غريب لعبوا دور كبير قوي ان هم ساعدوني ان انا اخلص كل حاجه من المقصه واجي هنا، وانا بشكرهم جدا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم واعمل حاجه كبيره ان شاء الله للفرقه. انا من زمان وكذا حد من النادي هنا بيتواصل معايا من وانا في المقاولين، وبعدين رحت دجله وحصلت برده مره بس وقفت. بعدين الموسم ده كابتن امير توفيق وكابتن خالد مغربي كلموني في الاول، وبعدين جيت هنا انا وكابتن امير توفيق وكابتن خالد بيبا هم اللي ظبطوا الدنيا يعني الحمد لله. انا الموسم اللي فات لعبت الماتشين بتوع النادي الاهلي في الدوري، كابتن خالد شافني وفي اخر موسم جه كلمني وكلم والدي وقال له احنا بنحب ان ادم ينضم للفريق واحنا هنخلص الامور ان شاء الله. طبعا الفضل كله الكابتن خالد هو اللي مشى الامور مع رجله، وبابايا برضه ليه فضل كبير طبعا. وانا بلعب قصاد النادي الاهلي طبعا اي حد بيلعب قصاد النادي الاهلي بيحب يطلع كل اللي جواه، كل موهبته عشان يبان قدام النادي الاهلي والنادي الاهلي ياخده. انا طبعا زي ما قلت لك بلعب من وانا صغير، فكنت بطلع كل اللي عندي في كل ماتش والحمد لله. يعني طبعا غير بقى في الفريق هنا، لما جيت الفريق طبعا لازم تطور من نفسك كده كده عشان انت لابس تيشيرت تاني، طبعا تيشيرت النادي الاهلي غير اي تيشيرت. كنت بلعب ماتش ضد الاهلي في نهايه السنه، فكابتن خالد بيبو وكابتن امير توفيق كان بيتواصل معايا كتير، فكابتن خالد شافني وقعد يكلمني كتير، فتمت السنه دي الحمد لله. انا اي حد حلم اللي هو يلعب في النادي الاهلي، وده شرف لاي حد.